يلا بالنسبة للإنسان المؤمن صفة الإيمان هو الإنسان اللي بيؤمن بالكتاب والسنة. نعم. طيب أنا بس يعني دايرة أعرف لماذا الأحزاب التحزب، يعني هذا شيعي هذا سني هذا إخوان مسلمين كده، لا ما يقول بس نحن مؤمنين، والمؤمن هو الذي يؤمن بالكتاب والسنة، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يؤمن بالله أيوة. دينا وبنبيه صلى الله عليه وسلم ويبعد مصالحه الشخصية هذا لن يختلف أيوة. لكن من يسيس الدين لمصالح سياسية ولمآربه سيختلف أيوة. نحن تفرقتنا جميعا بيننا هي مصالح سياسية واختلاف سياسي بين كل الطوائف، سواء الإخوان أيوة. صفويين داعش المتشددين، كلها مصالح سياسية. المتشدد يريد الخلافة، الإخوانجي يريد المرشد، الصفوي يريد ولاية الفقيه، والداعش ينتظر الخلافة. كلها مصالح سياسية لكن غطيت بالدين. أما الدين ما في خلاف، الخلاف هو استخدام الدين للسياسة. طيب ما هو الدين ما بيختلف عن السياسة؟ أنا ما أقول يختلف، أنا أقول هم اختلفوا مع الدين بالسياسة وليس الدين. الدين ما يختلف، هم اختلفوا مع الدين بسياستهم. والله أعلم. نعم. والله أعلم والله أعلم. آمين. يعني استفدنا منك كثير، وإن شاء الله ربنا يوفقك ويوفق الجميع لما فيه الله خير. الله يسعدك. شكرا لك.